هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، وحشتوني كتير كتير كتير، احلى فنس واحلى ناس، وحشتوني قوي قوي قوي. كنت عليكم شويه، معلش بقى رمضان وجيء الوقت، اشتري بقى هدوم العيد، وكل يوم نزول قبل الفطار وبعد الفطار وكده يعني. المهم ما تنسوش معانا بصمتكم الحلوه معانا، وشير معانا للفيديو، ودعمكم بالملصقات العجيبه والسوبر شات، وانتسابكم معانا في القناه، عليها كل جديد وحصري كل يوم والتاني، مفاجآت كتير معانا على كل المستويات. بحبكم كتير 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 كتير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد ان شاء الله عليكم وعلينا وعلى الأمة المسلمة وعلى المسلمين أجمعين في كل مكان ان شاء الله. بصمتكم الحلوة معانا، وشير معانا للفيديو. تعالوا نشوفوا بقى القط المعيشة، أو زي بقى انتم ما بتسموه أو كده، احنا المصريين مسميناه قط المعيشة عشان تبين هارتك أكل وشرب بقى التلفزيون وكده. هو قلبتها لي وعد، ما شاء الله ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها. قلبتها لي زي ما انتم شايفين كده، اهوت حضانه مع رئيسها ولعبها. تعالوا نشوفوا الاول المنظر عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده، ما بقتش اوضه. وانا عشان ماسكه الفون بقى بالستاند، عامله ازاي؟ انا بصمتكم الحلوه معانا، وشير معانا للفيديو. ايوه اجري اجري بعد ما عملت عملتها. انا فين انا فين؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، عرايسها بقى الحلوه كده. بصور صح؟ ايوه منظر الأوضة اتقلب زي ما انتوا شايفين كده. نكمل بقى مع بعض، هلموا الدنيا طبعا زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفة انا هعمل ايه ولا ايه بصراحة. شوفوا كده الازازة الشكل ده دلوقتي انهوت، عشان منغلوش عنكم. بتاعها لسه الجو عندنا ساقعة جدا جدا جدا، ان شاء الله بيقولوا على العيد على الطرق كده اهو، الجو هيروق شويه باذن الله. اوضتنا هي مفيش اي حاجه، هي بس قلبتها حضانه. مفيش حاجة، بتفضل على حالها. اقرب لكم كده شوية المنظر اللي هي عاملاه دوت. شايفين المنظر؟ حاجة ترجع مكانها، مفيش حاجة يعني، كله كله متساوي يعني. معلش، عايز
عيد سعيد عليكم يا رب، ولسه هنشيله كل الهم ده، احنا بنروقه كده من على الوش بس علشان خاطر ايه مبقاش برضه الدنيا متكركبه طبعا معانا. كده هنا هو تعال نشوفه. هي هي اللي عامله لي بيت هنا اهو. مؤقتا كل ده هيتشال وهيتغسل وهيتنفض والموضوع ايه اللي تساوي ايه معانا كده هوا كده شوية. وحشتوني 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 كتير، احلى فانز في الدنيا كلها واحلى متابعين عندي ايمي اخواتي وصحابي وحبايبي في كل مكان. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب وبعودة الايام. عيد سعيد عليكم ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. تنسوش بصمتكم الحلوة معانا وشير معانا للفيديو، واللي لسه مشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد وجديد. معايمي بحبكم طبعا كتير كتير، وانتظروا كل يوم الجديد والأحلى والأحسن والأفضل، وانتسابكم معانا في القناة أحلى دعم منكم وأحلى منتسبين بدعمهم الجميل بوجودهم معانا في الانتساب. عيد سعيد عليهم يا رب، كل سنة وكل المسلمين طيبين في كل مكان، ودخلت العيد علينا بالخير يا رب كده هو. بصمتكم الحلوه معانا، واللي لسه ما اشتركش معانا يشترك ويفعل زر الجرس ضروري جدا عشان يوصله كل جديد وجديد. مع ايمي احلى فانس في الدنيا كلها، بحبكم كتير 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 كتير، وبتوحشوني وحشتوني وهتوحشوني. باي.